أكد وزراء دول الخليج على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في بيان خليجي روسي مشترك صدر اليوم عن الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية. وأكد الجانبان الخليجي والروسي أهمية دعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق النفط، كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على جنين وما أدت إليه من الخسائر البشرية، وشددا على الحاجة إلى العمل على إيجاد بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد. ورحب الجانبان بالوساطة الخليجية بشأن الأزمة الأوكرانية، كما أشادا بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس التي أسهمت في استقرار سوق البترول العالمية. وأكد الجانبان أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس بما يخدم مصالح الاقتصاد العالمي.